الفنانة أميرة الخطاب ولقاء مميز مع فريقنا، حكينا فيه كتير تفاصيل، تابعوا معنا. ست أميرة بعد غياب عن الأعمال الدرامية، ما كتير عم بتشاركي بأعمال درامية. والله هي طب هلأ هي اللي قلت لك عليهم منيحة يعني شبههم. نحن اليوم موجودين بكواليس تصوير. أنا بتمنى ومثل ما قلت لك بالكل، بس بقى مثل ما قلت لك اسمه نصيب. اليوم نحن عم نشوفك بكواليس مسلسل وصايا الصبار يلي هو مأخوذ عن مسرحية عالمية. خبرينا أكثر عن شخصيتك، وقديش من الصعب تحويل عمل أو رواية لعمل تلفزيوني أو عشارية؟ قديش صعب عصرنت هذا الموضوع بعد كل هالسنين يلي مضت على الرواية؟ هلأ بالنسبة إنه التحويل هذا شغلهم إلهم مو إلي. أنا بقدر أقول لك إنه دوري إنه بهذا العمل إنه أنا المربية تعبت السيد سلوم، وأنا بهال مع هالشباب الطيبة أنا المدبرة تبع البيت. أنا اللي بشوف الأحداث معهم، وأنا اللي بشاركهم حزنهم وفرحهم ومشاكلهم يعني. عرفتي كيف؟ بس شو بتخبرينا أكثر عن هاي الشخصية؟ هل هي رح تكون مأخوذة أو مقتبسة من الرواية، ولا لا هي من الشخصيات الجداد يلي ما عندي فكرة؟ لأنه أنا الرواية ما بعرف، ماني قريانتها معك للأسف يعني. بس أنا على الواقع حبيتها، مو دوري بس حبيتها، حبيت الشغل فيها، حبيت التفاصيل اللي عم ياخذها الأستاذ المخرج سمير حسين، حبيت شغله وحبيت النظافة اللي فيها يعني. أنا سعيدة، عرفت كيف؟ صحيح أنا كنت بتمنى أكون من ضمن أفراد هالأسرة، بس بما أنه أنا معهم أنا مبسوطة. أنت عم تكوني المربية ضمن هاي الأسرة، شو رح نشوف بهاي الأسرة، وقديش رح يكون لك تأثير على تصرفات أسرة سلوم؟ إذا عم شو اسمه مشان تاخذي مني معلومات ما حقلك، بكره بتشوفيها على لا بدنا ملامح عامه عن الدور، ملامح عامه عن الشخصيات. يعني هلا انا هون اعتبر فسادة، يعني بشوف شيء ما بيعجبني بلو بفسد ل ابنه جبران، هو لانه الحس سلوم بيتوفى، أنا بصير بفسد له للابن لحتى خليه بالصورة يعني. عرفتي كيف؟ وحاجة ما بدي أقول لك أكثر من هذا العمل خبروني أنه رح يكون فيه جرعة كبيرة من التشويق، أنت شو بتوعدينا؟ إيه أكيد أكيد إن شاء الله وتعالى حتكون يكون عمل مميز وحينبسطوا منه العالم بإذن الله، لأنه في معنا نجوم كبار. خرج الواحد يعني أنا لي الشرف اشتغلت قدامهم ومعهم، ومثل ما قلت لك السيد المخرج كمان كتير مهضوم وكتير جدي بشغله، والشركة المنتجة الست رنا وخطيبة السيد حسين، يعني الحمد لله منقول يا رب.